لتعليق معنا هاتفيا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. دكتور محمد أهلا بحضرتك، يعني ما الذي يعنيه فرع دولي للجامعة؟ ما هو الهدف من وراء إنشاء فرع دولي لجامعة القاهرة في مدينة 6 أكتوبر؟ في البداية أنا سعيد أن أكون مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. الفرع الدولي هو في الحقيقة يأتي في إطار التحول التنموي الشامل الذي تقوم به مصر الآن نحو دولة الرفاه الاجتماعي واللحاق بركب الجامعات العالمية. احنا في هذا الصدد هناك أرض مخصصة في مدينة 6 أكتوبر للجامعة الدولية. الحمد لله قدرنا نعمل تصور كامل هندسي للإنشاءات والناحية المعمارية يستلهم الحرم العريق لجامعة القاهرة والذي تصوره الكاميرا الآن. فجامعة الدولية هي بتعتمد على فكرة الدرجات العلمية المشتركة مع الدول ومع الجامعات المتقدمة في التصنيف الدولي. جامعة القاهرة الدولية بتقام على 575 فدان وبتمر بكذا مرحلة. المرحلة الأولى الحمد لله احنا انتهينا من كل ما يتعلق بيها من حيث الإعداد، التصور الهندسي والإنشائي والمعماري وأيضا التصور الأكاديمي. أنا يهمني أن أنا أوضح أن التصور الأكاديمي قائم على درجات علمية مشتركة مع جامعات ألمانية وبريطانية وأمريكية وأيضا جامعات صينية في التخصصات اللي الدولة محتاجاها في مجال التنمية زي إدارة الأعمال وزي الهندسة وزي الآثار وزي الحقوق وزي طب الأسنان وغيرها من التخصصات بالغة الأهمية. الجامعة دي مخصصة لطلاب الوافدين من أجل أغراض عديدة. أول شيء هو زيادة قوة مصر الناعمة، لأن في الحقيقة استقبال الطلاب الوافدين بيؤدي إلى زيادة قوة مصر الناعمة الثقافية والسياسية في مختلف يعني الدول. الفرع ده يا فندم للطلاب الوافدين فقط؟ لا، احنا مستهدفينهم، لكن بجوار ده احنا بنفتح المجال للطلاب المصريين بشرط ان هم يكونوا مقبولين في مكتب التنسيق. يعني احنا مش بنعمل قبول كده خاص من للطلاب، لا، الاول حاجة لازم الطالب يبقى مقبول بشروط جامعة القاهرة العامة، بعد كده هو بيقدم طلب للالتحاق بالفرع الدولي للحصول على درجة علمية مشتركة. 50% مخصص للطلبة الوافدين و50% مخصص للطلبة المصريين اللي هم حاصلين على درجات متقدمة عن زملائهم أو الحاصلين على منح ممولة من الشركات أو البنوك أو غيرها. تمام. طيب دكتور محمد، يعني هل هناك أي توجه لإنشاء جامعة مماثلة في العاصمة الإدارية الجديدة؟ في الحقيقة ده حلم عندي كبير جدا أن يكون لجامعة القاهرة جامعة أهلية، ده بقى غير الجامعة الدولية، جامعة أهلية في العاصمة الإدارية الجديدة. لأن جامعة القاهرة عندما أنشأت سنة 1908 أنشأت كجامعة أهلية لكل المصريين. ففي الوقت اللي احنا بنخطو فيه بسرعة نحو إنشاء جامعة دولية، احنا دلوقتي اتخذنا بعض الإجراءات من أجل تخصيص أرض لجامعة القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية دي عاصمة بمقاييس عالمية، سمارت سيتي، بتقوم على كل حاجة إلكترونية وذكية سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث تكوين المدينة أو من حيث أغراض المدينة نفسها التنموية. الجامعة الدولية أنا عايز أقول لك لو رجعت لها تاني إن الجامعة الدولية دي هتفيد جامعة القاهرة وهتفيد التعليم المجاني وهتفيد مصر. لأن أنا دلوقتي في التعليم المجاني أنا مش هقدر أعتمد على الدولة لفترات طويلة في التمويل، أنا لازم أعتمد على نفسي. صحيح. طب أنا همول التعليم، همول جامعة القاهرة إزاي؟ وهمول التعليم المجاني إزاي؟ لا، لازم أشوف أفكار مبتكرة تساعد على تمويل. الطلاب الوافدين في الحقيقة مصاريفهم بتتراوح من 6000 دولار إلى 12000 دولار. فده هدف من الأهداف، بس مش كل هدف، يعني إحنا مش هدفنا تجاري. لا، ده جزء إن إحنا نقدر نمول جامعة القاهرة تمويل ذاتي نقدر نصرف من خلاله على التعليم المجاني. لكن في المقابل ده احنا بنفكر في قوة مصر الناعمة الثقافية والسياسية والاجتماعية. انا النهاردة لما بسافر اي دولة وبيقابلني اي مسؤول اتعلم في جامعة القاهرة، حضرتك لا تتخيل كمية المساعدة اللي هو بيقدمها الجامعة بيقدمها لمصر، لان مصر دورها الاقليمي والعالمي. يعني الاقليمي في نطاق المحيط العربي والشرق الاوسط والعالم الاسلامي، وايضا في على مستوى العالم احنا محتاجين ان مصر تستعيد دورها الحضاري مرة تانية في
في التأثير. وبالتأكيد أيضا دكتور محمد يعني سيؤثر إنشاء هذا الفرع على تقليل الكثافة الطلابية في جامعة القاهرة الأم. طبعا بالتأكيد، أولا لأنه هيستوعب كل الدرجات العلمية المشتركة. أنا عندي دلوقتي في جامعة القاهرة درجات مشتركة في كلية الآثار، الآداب، الهندسة، الطب، التجارة، الاقتصاد والعلوم السياسية على فكرة، والحقوق. فأنا هاخد كل الدرجات العلمية المشتركة دي وأزيد عليها درجات علمية مشتركة جديدة مع جامعات دولية، وكلها بتروح مدينة 6 أكتوبر في مكان بلغ الحيوية اللي هو على محور دهشور بين ميدان جهينة وبيفرلي هيلز. فانت هنا بتروح لعالم جديد، لمنطقه جديده. كمان حضرتك عارف ان انا من اول ما مسكنا رئاسه الجامعه في اغسطس احنا اعلنا عن التحول الى جامعه من الجيل الثالث. فاحنا دلوقتي بنعمل على تحويل جامعه القاهره العريقه اللي عمرها اكتر من 100 سنه الى جامعه من الجيل الثالث، وتحويل النظم التعليميه فيها والاكاديميه. لكن جامعه القاهره الدوليه هتنشا من اول يوم على معايير جامعه الجيل الثالث. عايز اوضح لحضرتك جامعه الجيل الثالث هي ليها حوالي 10 مواصفات، لكن اهم مواصفه انا عايز اقولها دلوقتي ان جامعه الجيل الاول كانت بتهدف للتعليم فقط، جامعه الجيل الثاني بتهدف للتعليم والبحث العلمي، جامعه الجيل الثالث بتهدف للتعليم والبحث العلمي واضافه قيمه اضافيه الى الاقتصاد القومي. لان الجامعات لازم تقوم بدور في عمليه التنميه الشامله. احنا دلوقتي بقى لنا عشرات السنين بنتكلم عن دور الجامعات ودور التعليم، لكن احنا لابد ان احنا نتحول الى دوله صناعيه تمويه. طب الدوله ازاي هتتحول الى صناعيه وتمويه بدون الجامعات؟ وصلت الصوره دكتور محمد. اشكرك دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.